يلا اليوم نزلت معكم وصفة الكيش بالحجم الكبير، كما تقدري ديريهم أيضا دي باركات، راح يكونوا فرديين وشكلها كما راكم تشوفوا تشهي. درتها معكم بطريقتي الخاصة وشكلها جد جد مميز. هذه نهديها يعني لمحبي الكيش طبعا في شهر رمضان. صباح الخير عليكم حبيباتي، عزيزي المشاهد صباح المحبة والسرور، صحة رمضانكم وصحة عواشيركم. رح نبدأ كلامي لنهار اليوم بالصلاة على رسول الله، لأنه ما يحلاش الكلام إلا بذكر الله والصلاة على حبيبي وشفيعي رسول الله. البنات كنت شاركت معاكم وصفة الكيش في قناتي، ورح نحط لكم يعني الرابط نتاعها في أول تعليق، ورح يكون تعليق مثبت. كنت شاركتها معكم في المول الزجاجي اللي كنت شاركته معكم في فيديو المشتريات، يعني في الفيديو السابق. كما شفتوا معي شكلها ما شاء الله، خرجت لي ليكيش حميمرة، وكما شفتوا ما يلصقش معايا، هذا الحجم نتاعو كبير خلاص، يعني القطر نتاعو حوالي 38 سنتيمتر. وصفة لكيش وصفة أو فكرة رائعة للفطور على مائدة رمضان، أو اقتراح كوجبة ثانية مغذية ومشبعة. أنا يحبها الزوج تاعي وبناتي كثيرا، وراهي حبيبتي طيبة المذاق للنساء العاملات اللي كيما حالتي طبعا، أو للنساء المربيات ولأصحاب الوقت الضيق طبعا، كوجبة سريعة، وراح تكون أيضا في لائحة وصفات طبخ سريعة للعزة اللي راهم ساكنين وحدهم طبيعة الحال. بصح وشنو باش نكون واضحة معكم، ما راهيش اقتصادية، لأنه فيها بولي آشي، فيها شامبينيون، وفيها كمية أيضا من اللحم المفروم. هكذا راح يعطينا أميلونج وتجينا بنينة بنينة. فقط نقولكم يا حليل الزوالي، لأنه كل شيء راهو غالي في الأسواق، الناس راهي تعاني، راهي تعاني في صمت، الناس راهي مردها المنكر، يزيدوا في الأسعار كيما يحبوا. بصح علم من جات، تقيس المواطن الضعيف، يعني الشعب راهو ياكل في الشعب. علاه تصيب الناس دايرة بيت الخزين، الناس تكونجلي في القارص؟ يعني قبل رمضان يديروا بيت الخزين ويشريوا الزيت ويخبوا، يشروا الدجاج كيكون يعني ناقص في السعر نتاعو ويكونجليوه، رامي كونجليوه في الجلبانة. انا والله العظيم غير خلعت. نرجع للوصفة حبيباتي. هنا بعد اللي يعني طرحت العجينة نتاعي بالحلال كيما شفتوا معاي، أنا السمك نتاعها درتو حوالي 4 مليمتر، لأني حطيت فيها الخميرة الكيميائية حبيباتي، هكا يعني باش كي تزيد الطيب معاي في الفرن راح تزيد يعني تنتفخ، يعني 4 مليمتر 5 مليمتر ماكسيموم، يعني ما نزيد لهاش، لان كنت تطرحيها خشينه راهي مع تزيد الطيب رايحه تزيد يعني تتضاعف في الفوليوم نتاعها. هذه هي البنات، هنا راح نزيد نثقبها بواسطه يعني شوكه ولا بالفرشات، راح نحاول كيفاش يعني نثقبها باش ما تتنفخش معايا، ونحاول انه يعني العجينه المتبقيه معايا راح نحطها في ان بابي سيلوفان ونخبيها الى استعمال لاحق. راح نحطها الطيب يعني دومي كويسون، يعني نص طياب. ومن جهه حبيباتي، وكنت وجدت معكم هاد الحشو، كنت درت بصله كبيره الحجم، كنت حمصتها مع صدر الدجاج، كنت انا شريتها نقيس 30000، وايضا اللحم المفروم شريت قيس 40000، و20000 ايضا شريتها يعني قرعه شامبينيون. البنات انا شريت هذاك المرقد فقط، كي تجوض يعني تخدموا به اغسلوه يعني زوج خطرات الى ثلاث خطرات، انا لانه ما نحبش هذاك الماء تاع القروصيه اللي يجي فيه، يعني انا ما نحبوش، انا كنت غسلته زوج خطرات، شللته حتى ثلاث خطرات. بعدها انا كنت حمصتهم مليح، بعدها راح نضيف لهم الملح، الفلفل الاسود، راس الحانوت، ونزيد معهم شويه ماء ونغطي عليهم ونخليهم يعني يتجمروا حتى يطيبوا لي كامل. راح نزيد نضيف لهم شرائح تاع زيت زيتون كيما شفتوا معايا، غليتهم يعني في شويه قارص، بعدها قطعتهم دي ترونش كيما شفتوا معايا. انا هنا كنت كملت الحشو، بعدها انا راح ندير اباغايا كيش نتاعي. الاباغايا كيش نتاعي البنات كيما شفتوا معايا خفيف ظريف، يعني ما فيهاش بزاف مقادير، فيها ثلاث حبات نتاع البيض، فيها لاكريم فريش ولا لاكريم ليجير، البنات نتوما واش حبيتوا.
انا هذه فقط لا كريم يعني كانت تعجبني بزاف، نخدمها يعني بزاف في المطبخ تاعي، نخدم بها بزاف. هنا البنات شوفوا بعد اللي خرجت لي العجينه تاعي ما شاء الله، شوفوا البنات انا هنايا حمرتها من تحت ومن الفوق جوست نشفت لي يعني هكا باش كي نحط عليها الحشو تاعي ما تجيش معجنه. دونك هنايا راح نحط الحشو تاعي كيما شفتوا. ما شاء الله البنات شوفوا هنا شكلها راهو بدا يبان يعني. هذه راح نسوي السطح نتاعها كامل بالحشو نتاعي، يعني الفراغ نتاع لو فون دو تارت راح نعمره كامل بالحشو نتاعي. بعدها راح نرمي عليها الكريمه نتاعي اللي زدت لها طبعا رشه خفيفه نتاع الملح، ودرت لها نصف ملعقه نتاع فلفل اسود، نصف ملعقه نتاع راس الحانوت. يعني التوابل اللي نحطوهم يعني في الحشو نتاعي راح نحطهم في لاباغايا كيش نتاعنا. صدقوني ما شاء الله شوفوا ذوقها، ذوقها روعه على قد من يعني نحكي لكم على البنه نتاعها ماشي كيما تذوقوها. راح نسوي يعني الكريمه من الفوق ويعني ونساوي يعني السطح نتاعها بواسطه ملعقه هكذا باش تطيب لنا يعني ذهبيه ما شاء الله وتجينا حميمره. وراح نرش من الفوق يعني جبن، الجبن راح يكون مبشور هكا باش يعطي لها بنه، يعطي لها يعني ذوق ويعطي لها شكل واحمرار جميل جدا. في موضوع اليوم راح نتكلم على التبذير. قال الله تعالى في سورة الإسراء: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. صدق الله العظيم. يعني حبيبتي شوفي هنا لازم واحد يأكل قيسه، صح في رمضان كامل نكونوا صايمين نتشهى وما لذة وطاب، لكن نحاول أنه تكون لذة العبادة، نحاول أنها تكون تغلب لذة النفس وشهوتها. نحاول في هذا الشهر الفضيل يعني أني نكون قانوعة ونكون من أصحاب القلوب الطيبة، نحاول يعني نجوز نهاري مع أطفالي، نخلق جو عائلي، نحاول أني في كل مناسبة نتكلم لأطفالي على سيرة حبيبنا المصطفى، لأن الله حفظه منذ صغره وأرضعته امرأة طيبة شريفة وهي حليمة السعدية، واختار له جده أحسن الأسماء اللي هو اسم محمد أحمد، لقب باقي حياته بالصادق الأمين، وتزوجته خديجة لأنها أعجبت بحسن خلقه. أعزائي المشاهدين نهاركم طيب، نهاركم زين. راهو فات يعني أسبوع كامل من شهر رمضان، إن شاء الله نكون قيمنا أنفسنا فيه وتنزرع في قلوبنا شوية رحمة، لأنه العشر الأيام الأولى من شهر رمضان تتنزل فيها رحمات الله. يعني فلتكن أنت من تتنزل فيك رحمة الله ومغفرته. وكي نقول عزيزي المشاهد شهر رمضان رح يكون هناك صيام وانتفاخ وإمساك، فقط رح نمدلكم يعني علاج للانتفاخ والإمساك اللي نحطه يعني على مائدة يعني طيلة شهر رمضان. نحاول يعني نتناول مجموعة من الألياف الموجودة في الخضار كما ندرت لاسوب، فيها الجزر، فيها القارع، البروكلو، البطاطا، القرنون، البسباس، يعني في الأخير كامل كنت ميكسيتها وزدت لها حبات من الجبن، إذن هي يعني مغذية جدا. ثاني شيء راح تكون سهرة فيها تشكيلة من الفاكهة، فيها التفاح، فيها البرتقال، ونحاول مرة على مرة يعني نطيب لوبيا مشطون، طيب اللوبيا البيضاء، يعني نحاول نيفيتي الشوربة ولا الجاري فريك كل يوم لأنه هو السبب الأول في الانتفاخ. نحاول أني ندخل في الطياب تاعي دقيق الشوفان، يعني نديرو في الشوربة ولا نديرو في السلطة أيضا. وهنا حبيباتي تفصلنا عدة دقائق فقط يعني بيننا وبين أذان المغرب، نقولكم صحة فطوركم. إذا شفتوا هذا الفيديو يعني مول الفطور نقولكم صحة سحوركم، إلى اللقاء. أشهد أن لا إله إلا الله،
حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على البلاء. حي على البلاء.